السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في تكمل سلسلتنا في بانر لورد 2. ختمنا الحلقة الماضية بفضل الله باحتلالنا المدينتين هذه، ثم كرم أنكد ملك العرب بعد ما احتلينا هالمدينتين على طول. صوت الشعب كلهم أو النبلاء تقريبا، المهم كل من صوت لي أول مدينة هذه كان تقريبا 100% التصويت عندي أني أصير حاكم هذه المدينة. أما المدينة الثانية إيش هذا؟ بني زلال. أما المدينة الثانية اللي هي جلمار تقريبا كان فيه تنافس فقلت النسبة. الظاهر أن المدينة الثالثة لو احتليناها ما راح يعطوني إياها، لكن بستخدم نفوذي هذا في أني أرفع التصويت. فالحلو في الموضوع أنك تقدر، ما أدري هو النفوذ هذا أنك تجيب ناس ترشيهم ويصوتون لك، يعني من سواليف السياسة هذه. فالنفوذ جدا مهم وبحاول نزيده قدر الإمكان. طبعا هذه المدينة، دقيقة، كم مدينة تابعت لها؟ مدينتين، واحدة للجرين واحدة للخيول. هذه الخيول أنا أشوفها، بس الجرين هذا الجرين أوكي. أما المدينة الثانية عندنا هذا اللي هو الايرون او السيلفر اور، وهنا الجرين. يعني عندي 2 جرين، واحد احصنه واحد ايرون. هذه المدينه لسه ما فتحت فيها اي محل، اما بالنسبه لهذه المدينه فتحت فيها لو تذكرون محل الحداده، مو حداده، محل المجوهرات. الله اكبر عليك، وانتد للمجوهرات. للامانه هذه الحلقه العاشره ودي يكون فيه شيء مميز، فخاطري من اول ما ابتديت السلسله اني اروح المناطق الجبليه. مثل ما تشوفون حاليا الدنيا سمر صيف، فما في اي ثلوج، لكن مجرد وصولي لهذا المناطق انا متاكد انها راح تكون ثلجيه، فودي اشارك في حرب ولو كانت بسيطه كذا ضد المرتزقه. المهم انه ودي اشطح هناك، وبما اني بروح هناك راح اكلم النبلاء اللي هو التاسك المهم اللي عندنا 4 من 10، باقي لي 6 اشخاص بكلم اللي اشوفهم بطريقي. وافضل شيء بما اني على يسار الماب اني اشطح من اليسار هنا واشوف مثلا ملك الحمر وبعدين ملك الخضر الفايكنج وكذا، عشان ما تكون روحتنا على الفاضي. غير كذا باخذ لي منتجات من العرب، بنزل هنا كوياز ولا عسكر، باخذ لي شويه خيول وارجع بها. بس دقيقه قبل لا امشي، في هنا 98، انا استغربت بالاحمر. بني زلال الظاهر انهم مع العرب كان في حرب. دقيقة الاي، ما في حد انمي، ما في حد اسيراي، الا شوف حربنا الوحيدة حاليا مع بني زلال. بني زلال ما ادري وين مدنهم، الظاهر ما لهم مدن، بس بينهم اشكاليات قبلية فحربنا معاهم. انا بستغل هذا الشيء بما ان عندنا حرب معاهم، اكيد النفوذ بيعطوني اياه جدا كبير. حاليا عندهم 3 رؤساء بس، جاسد وشلار دهيول. طيب هذا اي واحد فيهم 100 القوة؟ يمكن احد طالب ان يجيب راسه، الله العالم، خلينا نشوفه. اوكي الحمد لله يمديني اصيدهم. وانتد اتس بين اوايل، اوه يعني قابلته، يقول صارت فترة طويلة ما تقابلنا. انا قوتي 72، انا توني ملاحظ يا ولد. انفنتري عنده 26 فرسان و 58 رمات اسهم. يا الهي، ايش رايكم نبتدي المعركة؟ نبتدي الحلقة بالمعركة هذه. You know it's war، تعرف انها حرب؟ على طول، ما في استسلم او موت. قال اتمنى انها ما توصل الى قتال بيني وبينك، على الاقل مش اليوم. لا لا اليوم انا فداك. You heard me، yield or fight. اوه حطني قضية الراعي الجيم هذا. We meet on the battlefield then، نتقابل بساحة المعركة. طبعا هذا يتاك، لو اعطيهم سنتروب واضح انهم بيموتون، فان شاء الله. تعرفون القائد له اثر في المعركة. ايوه يا سلام، لا لا واضح ان الساحة جميلة جدا. بس من وين هم مقبلين؟ اكيد بيقبلون من قدام، من هنا ما اشوف احد. بعض الاحيان يكونون شاطحين يمين ولا يسار كذا. اوه في بحر على يسارنا. انا ليش ما الف الكاميرا كذا معقدكم، معليش. يا اخي الجبل هذا لو اقدر ارقاه بيكون شيء رهيب صراحة. وما تلسهم يكونون فوق. موف تو اي والله يمديهم. حلو حلو، دام كذا اتوقع الخيول بيواجهون مشكلة حتى انهم يوصلون لهم. انفنتري شيلد وول، تعالوا تلاحظون بعضهم سيوف بعضهم بدون دروع بالفاس بس، اما السيوف معاهم فيبالي انتبه لهذا الشيء. شيلد وول على الفاضي يعني، او اني اقسمهم الى مجموعتين، يصير هذا المجموعة لحالهم وحطهم وراء، والمجموعة الثالثة رمات الاسهم وراء. اما الحلوين هذا الخيالة كلهم رمات الاسهم هنا، وهناك الوحوش. يا سلام رماحهم تشوفها من هنا، ما يحتاج اني ارويكم. يا سلام سلم، الاخراج عندي سيء معليش، بخليهم زي كذا.
هذا لفولو مي وهذا لفولو مي. توكل على الله. بسرعة بسرعة تعالوا شوف هذولاكم مقبرين. فرسانهم كثير ورمات أسهم كثير. تعالوا تعالوا من هنا. أنا ودي هذولاك يتقدمون. الخيال هذا ليش يسوون هنا؟ إن شاء الله يمدينا، إن شاء الله أنا خطف تمشي. على إشراقة الشمس هذه نبتدي الحرب. خلنا نوقف هنا. أوف. صادونا كأنهم يرمون. أنا ليش مدمج؟ أما داخل حرب مدمج. السلام عليكم. تصدقون أنها توصل أسهمهم لين هنا؟ المسافة هذيك اللي ما يمدينا حتى أشوفهم. حنا مهاجمين فما ينفع أني أغدر فيهم. ما تمشي الطريقة هذه. هذولاك ينتظروننا. بوقف الأسهم هناك. وش اسمه؟ أيوه جوني جوني الخيول. حلو. شيت هذلك الخيال الظاهر هم القادة. خلنا نتخلص منهم. خيال البيض هذا طاح واحد. اي واحد عندكم الثاني. انا مدمج ما ودي ادخل عند المشاه كثير. خلنا نسحب المشاه حقي. ورمات الاسهم البعيدين قلهم انجيج. يقربون بس لين ما يدخلون هذول في مداهم. وانتد جين ليفل. اتوقع احنا متقدمين شوي. ما ادري خياله قضينا عليهم ولا لسه. باقي باقي شوي. خلنا اقول السيوف الخياله تشارج. لان الاسهم مجرد ما تقرب منهم بيسحبون. افا صوت واحد من ربعي. نحاشوا نحشتوا يا بني زلال. شوف يوم طيحنا القاده على طول اثر فيهم. انا لا اطيح بس. نشوف خياله باقي شوي. خياله حلو ماتوا. باقي واحد هناك زابن. تمعن المشهد يا عزيزي المشاهد. تمعن المشهد. اقسم بالله شيء مش طبيعي والله. ادري الجودة عندكم ما بتكون مستوى اللي انا اشوفه، لكن علق وصفق. علق واحتفل. شوف السهم هذا اللي ماسكه سهم الانتصار. هذا تسويبه كذا يرجع فوق راس واحد من جنودك. 12 واحد مات. بس كم اعطاني؟ 21 انفلونس. انا تاخرت بتقديم الجنود صراحه المشاه، بس يلا ما عليه. كنت احسب المعارك كلها انه هذلاك يهجمون. ايوه تعال يا عزيزي الاسير. شوف كتب بني زلال تيكن بريزنر ملون بالازرق لانه شخصيه مهمه. فبيستانس علي انكد. تعال يا اوتكاست. اللقى ارمر عندك خمسة. خذ لك 15 يا وحش. ايش رايك بس؟ رتبتك صح؟ خل نروح نتعافى قبل انسى. شكلي انا الحلقة الماضية ختمت بمعارك ونسيت ما اريح قبل لا اخزن. بس يلا ما عليه. اوه حصلت السرج يا شباب اللي يريده. بس بكم؟ 21000. والله خاسي 21000. والله كثير مرة. طيب هذا 3000. ما عجبني صراحة. هذا من جد حق شش زينة. هذا حلو. هذا لا بأس. اوه راحة لسه راحة بس دلع. خلاص بشل هذا عشان يميزون القائد. شوف الحمير عندها في أورتيزا بمية وخمسة وانا كنت اشتري عند العرب 30. طيب تعال بعد ما صارت مدينتي هل بيشترون ال ديزرت هورس؟ وين ديزرت هورس؟ ولا واحد باقي؟ افا لاني ظاهر وظفت خياله كثير فصار يستخدمونه. طيب خلنا نكمل خطتنا. راح نجند جنود بعد. حاليا عندي 53 و7 مصابين. بدل اريح في القلعة خلنا نتحرك. ديزرت هورس غالي عندهم بلف.
كذا بيعطيني فلوس، هذا مش دونيت صراحة. ضيعت المكان اللي يعطيهم السجناء ويعطوني شو اسمه النفوذ، ما يعطوني الفلوس. اوه يا شباب حصلت واحد من السجناء اللي هو الهاي بورن اللي كنا ندور عليه، هذا اقوى شيء في اللعبة، رمات اسهم 260. والله خليك افا، كم واحد منهم؟ بس واحد. من وين جاني والله ما ادري، شكله كان سجين عندهم ماسكينها بني الزلال. طيب هذا القائد حقهم، هل اقدر اخليه نبيل عندي بعدين ولا شيء؟ بس ما اتوقع لاني انا نبيل عند العرب. وعلى طاري هذا الموضوع يا شباب، ترى انا بقول لكم شغله بعد شوي. ايش عندنا تطوير؟ تاون جاريسون مور افكتيف فور سكيورتي ولا لويالتي بردي؟ لويالتي ما عندي مشكله، شفته يزيد صراحه، خلها تاون جاريسون. واحلى شيء انه بيزيد البارتي سايز ليمت باي 5، حلو. يعني اتوقع اقدر اوظف 5 زياده. امس كان حدنا على 80 الظاهر، صح؟ شوف هذا المملوك الاكس مان يتطور، بعدين يجلسون بالفاس الكبير بدون درع، هذا لا بالدروع، فافضل لي هذا لا. او اني امكس بينهم، خل امكس بينهم. وما تسهم للاسف ما عندهم كثير. هذه القرى اللي جيناها ما حصلت اي شيء، خلنا بنشوف تحت على عسى نحصل شيء يستاهل. اغلبهم خيالة يا اخي، قطعين طرق صرت اشوفهم نادر بسبب السكاوتينج، ممكن لاني حولت السكاوتينج، صرت انا سكاوت الجروب. رمات اسهم تكفون ما فيه. وصلنا اسكرة يا شباب، ما ادري صراحة اتاجر بالاسيراي ولا الديزرت ولا الحمير، كلهم اسعارهم رخيصة كرمكم الله. بشتري الثلاثة اسيراي وخلنا نقول نص، هذا لا سعرهم ثابت حتى لو اشتريهم كلهم 24. والله ذهب صراحة، كم عندي الفلوس انا؟ خلنا نقول 300 من الحمير اكرمكم الله و50 من هذا، لان فلوسي انا موجب تزيد 1900، فما لها اي داعي او اي لازمة اني اخلي فلوس. الاكل عندي ناقص فبشتري شوية. ايش عندكم اكل يا حلوين؟ جرين رخيص، شيل الاكل اللي صار يخلص بسرعة بسبب اني كثرت الجيش. شوية تشيز ميت، احب اخذ الصورة بحيث اني اشوف ربحي بعدين من هذه اللقطة. الاسيراي 2800 ثلاثة منهم، حمير 300 ب 7200، و 50 ديزرت ب 9200. You don't have enough. طيب شيل البتر. والله يا شباب الوضع جدا بطيء، سرعتي 2.1.5 يا الهي. Your relationship increase with بني هليان. اوكي اشترت من عندهم، نوعت في الاكل، عندهم جبن زبدة كل شيء اشترته. شوفوا الفود فرايتي صار عندي زائدا 7 بسبب تنوع الاكل، وهذا شيء جميل. المهم الحين بجي ببيع ال، ما ادري صراحة ابيع هنا ولا اكمل، شكلي بكمل مشي فوق، مع ان هنا فيه ربح طيب. اورتيزا اليوم بنقارن، بنشوف الاسعار كم تفرق معنا، بس لازم اني اخفف الحمولة. اوف نهاويسي هذا بألف، هذا فزت فيه في البطولة اللي قبل شوي، سريع مانوفر كل شيء، هذا طلع احسن من 50. شيل، you don't have enough skill. خربيته، كم سكيل تريد انت؟ رايدنج 90، انا كم؟ 84، قربت بخليه شوية. يا شباب الاسيراي ثلاثة كانوا ب 2800 بس ربحنا 1000. ديزرت هورس 50 يعني كلهم، اعطيها كنترول، كانوا ب 9200 انا صار 13000، يعني الربح 4000، 4000 و1000. اما الحمير اكرمكم الله 300 ب 7200، 7200 صار 18، يعني اكثر من الضعف، ضعفين ونص تقريبا. مع ان اللي جاني في الكومنت قالي تقريبا 5 اضعاف، يعني انا اتذكر حرفيا كتب لي 10000، لو اشترتهم 10000 تبيعهم ب 50000. فخلنا نشوف حمران العيون هذا، لا اللي كان الاحمر، خلنا نشوف كم عندهم. لاعب جدا جدا بطيء، يا ريتني خففت شوي. من قائدهم هذا الحمر؟ اونر فيسل اوف فلنديا، الليدر، هذا الليدر، وين مكانك؟ تليفل، قريب من تليفل، نشوف وين تليفل هذه، قرب كذا، شوف تليفل تظهر لي على اليسار هناك. اوكي نقرب من هذا الصوب. جين سكيل بوينت ستيوارد، ستيوارد حلو، ستيوارد يزيد عندي. على فكرة يمدينا نفصل البارتي، اصير اخفف على نفسي من الجنود وما ادري ايش وكذا، نخلي مثلا اخوينا هذا، لا مش كرييت ارمي، المفروض ادخل الكلان. تعال هذا وين الجماعة؟ ستينج بستروم، يمديني اخليهم يجون معي، نسوي كرييت بارتي.
نعطيها أوتكاست نفترق معه، بس أنا قلت بدخل معركة، هذه المشكلة. ويصير هو ياخذ نص الجنود مثلا ويتمشى، والحلو في الموضوع أني لو وصلت الليمت مثلا 100 الليمت، هو برضه بيكون عنده ليمت 100، فبنضاعف بنصير 200. اللي كنت بتكلم عليه صراحة بما يخص المشن الرئيسي يا شباب، عمنا جوجل كذا بحثت فيها على السريع، طلع موضوع المشن الرئيسي هذا إذا خلصته يمديك تنشئ مملكتك الخاصة. السؤال الذي يطرح نفسه، كيف تنشئ مملكتك الخاصة وانت بالموت تجيب 100 جندي والجماعة كلهم هذولا بالآلاف جنودهم؟ فبتكون معاناة. الحمد لله اني ابتديتها اني رحت جونت مع العرب وصرت نبيل عندهم، واعطوني قلعتين او مدينتين حتى، وكل واحدة بقرى صغيرة، فهذا اعطاني امكانية رهيبة كبداية. ولو خلصت المشن الحين، ايش هذا لقيته؟ ايش هذا العلامة؟ والله اول مرة اشوفها شباب، مدري ايش السالفة. فالمهم الحين في حالتي انا اني انضميت نبيل مع العرب واعطوني مدينتين، ايش بيصير لو خلصت المشن وقال يلا روح كون مملكتك الخاصة؟ اللي بيصير طول العمر اني اقدر احافظ على المدينتين الثنتين من العرب، لكن بيزعلون مني وبيدخلون في حرب معاي. ولكن في طريقة انك تقردنهم، تدفع مبلغ جدا كبير، مئات الالوف على حسب ما قريت، عشان ترضيهم. فهي غدرة نوعا ما، غدرة. فمتى تبون نخلص هذا المشن الرئيسي ونكون مملكتنا الخاصة باسمنا مش باسم العرب؟ او اذا ودكم خلاص نكمل السلسلة هذه مع العرب ويصير زي كذا مسيطرين على الماب كامل كجزء من العرب، وهذا صراحة بيسرع مجرى السلسلة. اعطوني انتو رايكم، تبغون ان ننشأ مملكتنا الخاصة ونحارب الكل ونكون حليفين مع العرب، بعدين في النهاية بيكون النهائي بيني وبين العرب؟ فياريت يعني الموضوع هذا تكتبون لي رايكم في الكومنت. انا على كل حال بمشي في المشن عشان الخيرين يكونون متاحين لي. خلنا نشوف هذا وين راح. هذا المشكلة يوم تجلس تلاحق ورا واحد. شوف وصل جالند توداي. وين جالند؟ ان شاء الله ما هي بعيدة. مشكلة اني انا بطيء. تعال خلنا نشوف في مدينة قريبة. على فكرة هذه الغابات بنحصل فيها الهاردوود رخيص مفروض. ايوه في رسالة وصلت بلس 1. ايش الرسائل هذه الزحمة؟ خلنا نشوف. انكد decide to make peace، هذا شفناه. vote declare war on the خوزيت. والله ابشروا ابشروا 100%. خلاص يس، نعطيها 20 فلونس عشان يكون رأيي ممكن والانكريس. اوه علاقتي مع هشام خلنا نسميه راح تزيد بسبب هو اللي سوى الفوت، فنصرف 20. لو صرفت 60 بتزيد ممكن اكثر، خلها 20 بس كفاية. 3 من 6 من بنو هباب لاني دعمت رايهم. طبعا هذاك اقل منه الخوزيت. اوه خلاص اعلن الحرب. طيب يا شباب انا يا رجال 6800 بيخلصون عليهم بسهولة، فعشان كذا اقول لكم اكار على طول كرييتد ارمي. الظهر هذا اللي كنا نلاحق وراه 2 days ago at Gulland. ان شاء الله انه ما طلع. ايهي في الورستان. شو هذه معاناة المشن يا شباب. هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو. والله انا شفته بس ما يمديني لاحقه. يا ولد انتظر يا ولد يا اندرنت. يوو تكفى يا اندرنت يا اندرنت يا اندرنت. go to the keep. هذا واحد ثاني بس اتوقع انه نوبل يمديني ايش اسمه ممكن يفيدني. ايوه حلو حلو خلصنا واحد. thank you. السلام عليكم. سالفتهم طويلة يا شباب. والله في واحدة زوينة هنا. السلام عليكم. شوف هي توصفني على انجلذر. وين حصلها؟ سافينيا. بنجيك بعد شوي. حلو. شخص ثالث موجود هناك. طيب خيولي بكم تشترونها؟ 1600 اتوقع هنا اغلى. انا بخفف من الحمولة بس بشوف سعر الواحد هنا عشان لا افرفر بهم كلهم. عرفت بخلي بس مثلا من الأسيراي بخلي خلنا أكتب 1624 وبطيرهم. الديزرت 373 بخلي 10 بس. 373 اللي هو السعر المبدئي. فيني روقان اليوم جالس أشوف الأرباح عشان نعرف نلحق الناس. الأوليفز عندهم رخيص ولا مرة. هذا ما راح يثقلني لأنه من ضمن الحمولة. 2500 يشيل.
عندي بريزنرز حلوين، تعال صح هم اللي معطليني. هلا بني زلال، ها طير راسك. اكسكيوت، ممكن اكلمه؟ وانتد، اتس بين ا وايل، كيف السجن معك؟ سو ذن وات از ات؟ كان يتل مي اني ثينج؟ مونشونج، او اقدر اقول له روح. ذير از سمثينج اد لايك تو ديسكس. جلدناه وخليه يروح. بيس بيني وبينهم، ما ادري صراحه. اي نيد تو ليف يو، جود باي فور ناو. ما اريد احرره ولا اقدر اخذه كنبيل عندي، ابغى اسلمها لانكد بما ان الحرب بينهم. هذا لبني زلال واحد، وهنا ثلاثة أربعة خمسة، هذا الخمسة كلهم بسوي لهم ركروت، لكن بطيرهم في المشنات حق اللي يطالبون بالمجندين، فاسمهم مميز بيخدموني. خلينا نشوف أحد هنا يريد ركروت. لا، ستيوارد زاد. وأخيرا النقص استهلاك الأكل 10% أو الورك شوب 20% يزيد إنتاجه، فلوسي تزيد او اكلي ينقص. والله بطتنا بطت بطتكم يا اخي، ما ادري اللعبه هذه كذا احسها تعطيني خيارين نفس الهدف. لكن ما عندي اشكاليه فيه يا اخي، ورك شوب تزيد الانتاجيه، وانا ابغى اعطي لكم الاكل، انا اوعى لكم في الاكل، اجيب لكم اكل رخيص ما في مشكله. كان يعرف اني جاي، وقف جزاه الله خير. من هذا الوحش؟ بارون انجلتر. I was there, I was just young. اوكي، كان صغير وقتها. حلو، خلصنا الثاني. بامينز has been born. ايش؟ ولا تكون زوجة اخوي هذه. اخبارك يا نوجان؟ كيف الدنيا معك؟ سبوز هذه أزينة، جابوا بيدال. لا هذا اخوه، لسه ما في شيء تحتهم. ظهر لازم اجيبهم من القلعة ولا شيء كذا، اعطيهم غرفة. نسيت والله ما ارسلهم او استدعيهم الى القلعة. خله ينتظر لما اعرس انا. ديري جولد 2300. ايش هذا بالاخضر؟ فرتيزا هاز جيند ليفل. ها، بسبب ان خلص بناء المبنى اللي اعطيته اياه. ترتيب المباني هذا لازم نشوفه، اخليهم يبنون الاسوار في حالة احد هجم علينا ولا شيء. شيء جدا مهم هذا. والله ببيع الحمير هنا في سارجوت، الواحد 76 كنت شاريه بشيء 20. انا 13000 حلوة. بوت فور نيو اونر. خذوا قلعة الظاهر رجال. وين الجيش؟ اي والله خذوها هذه. ايش اسمها؟ ايزونر كاسل، والله اسمها صعب. خلنا نصوت، خلنا نصوت. وانتد يستاهل، وانتد شارك وتعب. اقار، حتى اسمي مش موجود بسبب اني ما شاركت. افا افا يا رجال افا. رايح اخلص مش الرئيسي يا اخي، ما انا بجالس العب، ما لي نصيب والله يا اخي. طلس طلس طلس، هذا يستاهل. اقار هذا مين؟ اقار من وين طلع اقار هذا؟ فسل نفسي نبيل. لا واضح انه شجاع. 240 240. احلى شيء في الموضوع يوم انك تنشئ مملكتك الخاصة. والله في واحد كتب لي في الكومنت قال لي بعدين هذول النبلاء يسحبون على انكد ويجون معاك بقلاعهم وينقلبون عليه، فهذا شيء جميل في الموضوع يعني. انا ما راح اصوت عشان لا احد يزعل مننا. خلاص بتروح الاكار هذا اللي بينضم لنا بعدين ان شاء الله، مش مشكلة. اهم شيء انكد من قويه بزيادة، هو نفسه يعني راس البلا هذا. عنده ثلاثة كوياز، سنالة وتوبلس الظاهر هذا حقه، وحربه مع بني زلال وخوزيت. يا اخي شوف الحظ الوسخ، شوف الحظ الوسخ. الحين الثروت جت عندهم والله العظيم، وانا اشوف وين هناك اليسار. يا ربي يا كريم. عليه جينا نتعرف، نتعرف على عيال قبائلنا. هذا لمين هذا الصفر؟ كايلوس بارتي. ايوه هذا اللي كنا نشوف احد الجنود عندهم قوي، سرعتهم مره. اكتفينا كلمنا اثنين من الحمر، خلنا بنطلع فوق ونكمل. اروح مثلا عند الخضران هذا. لا احنا في الاوتم الحين، قرب الشتاء، في الخريف حاليا. خلنا نيجي نشوف اكبر مدينة عندهم ايش. تقريبا هذه مارونث. مارونث هذا كالادوغ. اي والله كالادوغ احتاج كلمة. روح الكالادوغ. الحقه الحقه الحقه، سبق له يا اخي، ما تعرف تسبق له. تعال يا كالادوغ يا اخي. ايش هذا؟ وقفوهم شويه. ايوه يا وسخ. هاي كينج كالادوغ، ام بيزي مان بس ذير اولويز تايم. انا مشغول بس دائما في وقت المعركه العظيمه هذه اللي صارت ما ادري ايش سواليف. Anything else؟ خلاص توكل على الله. مرد. لا أروى تنتظرني. أروى ولا أجيب راسها. كل ما عندت أكثر كل ما حبيت إني أجيب راسها أكثر. سروق created army. يلا جايكم جايكم.
بس باقي لي ثلاثة كلمهم. وين الشتاء الحين؟ ايش عندكم رخيص يا هل مرونخ الجريبز؟ طيب ديزرت هورس ب400، والله 400. شيل الحمير 240، للأسف أنا بعت 100 خليت 200، لكان ربح عظيم. أجل السيراي كان بكم ينباع هنا؟ شت ما حصلت اللي أبيه. وولف هيد راس الذيب وراس البير، أنا أخذ راس البير. كم سعره؟ 3000. شكلي جالس بلعب بالفلوس. أقول روح كمل المشن بس. واو المية ألف، واو يا المية ألف. وعندي تطوير في التريد، يا سلام سلم، بسبب التجارة الرهيبة اللي سويتها. دبل ريليشن العلاقات أو المشاكل اللي حلها مع أرتيسنت اللي هم الفنانين أو مع التجار. أنا عادة أحب أخلص مشينات التجار صراحة، ما هي بفارقة. بس شوفوا السطر اللي تحت، كل فيليج بارتي يدخل لمدينتي يحصل مدينتي تحصل 30 جولد إنكم دخل، أو كل كرفان يدخل مدينتي تحصل 20. طيب كيف أعرف فيليجر ولا كرفان يدخل أكثر؟ توقع الكرفانات لأن مواقع استراتيجية. طيب نكمل مسيرتنا، خلنا نمسك أي واحد. هذا فيراد، تعال يا فيراد. I'm wanted, who are you? إنقر بيقول لك السالفة. يقول لي إنقر شافوه في دنقر. وين دنقر؟ دنقر هناك، ونروح دنقر. أدرم وين تورنمنت إن حصن الف العم أدرم يفوز ببطولات في غيابي. هذا هو، هذا الظاهر، هذا هو. يوم شفتني مقبل مشيت. تعال يا سلام، السطور هذه خلاص ابديتد. اتوقع باقي اثنين. ارجين وينك يا ارجين؟ كربان يحيى ايش تسوي هنا؟ درس يوصل لما هنا كربانك يا يحيى. 40 شخص فيه. اوه وصلنا الى المناطق الثلجية يا شباب. انا شكلي بلف لفة طويلة كذا وبجيهم من هناك من فوق. خلص الحرب ولا لسه؟ لا والله لسه باقي اثنين اكلمهم. يلا بس تعال انت، تعال تعال تعال. 25 واحد اتاك اتاك، مع انهم ما يستاهلون، بس ودي اشوف الثلوج، نشعر بالبرودة. يا سلام يا سلام سلم. تروب على طول اتاك، وهذا نعطيهم انجيج. الخيالة ما اريدكم تتحركون. الارشر ادفانس يخلون مسافة بينهم بين هذا. خلنا هالمرة بنراقبهم نشوف هل فعلا يا اخي هذا اللي بيخلصون السالفة كلها. اعطهم ستوب هولد، قلنا لكم هولد. خل هذا اللي يوصلون. شوف والله اوامري في الحضيض. ادفانس قلنا لكم تشارج. رمات الاسهم. ايوه هو ذا الكلام. شوف الاسهم كيف يرجعون، يرمون ويرجعون، يرمون ويرجعون. هذا الشغل النظيف، وهذا اللي يتقدمون. هذا اللي دخلوا في الرينج، وهذا اللي نعطيهم تشارج. اهل الرماح يدخلون فيهم. الاسهم، الاسهم كانهم بعده كثير. يا سلام سلم مع الخيل الجميل هذا. معركة خلصت بسرعة والله، معركة خلصت بسرعة. هذا مصيركم حق الانتصار. ايه كيف البرد معاكم؟ ما ودي صراحة نشيل اي برزنر، اسحب على ابو جدهم. ادواتهم ممكن تفيدنا في الحدادة والبتر هذا. غير كذا عندي 100,000 خلاص شبعان. السكاوتنج واخيرا زاد. موفمنت سبيد ديورنج دي ولا ديورنج نايت؟ يا الله يا كريم. اريد بالليل اسرع نلاحق اللوترز. اللوترز بالليل اكثر. اوه تعال وات، انا عندي شو اسمه يمديني ازيده ثلاثة. لا يا الستيورد
وصلت الليمت حق الستيورد والتريد، وصلت الليمت، باقي الامور كلها بسحب عليها. اصلا كل شيء اموري في ستريم، هو الرايدنج لازم اني ازيده لانه يوقف الحد، هذه مشكلة. ليدرشيب والشار مهمين، فبزيد هذا، زاد لي 3 سطور كاملة. وات زاد شيء جدا بسيط تافه، هذا صراحة اللي لخبطني والله، ما ادري ايش وضعه. ماك بيس وذ خوزيت، ايوه ادريبكم ادريبكم، اقسم بالله انكم مسخين. ياخذون قلعتين ويعطونها بيس، قلعتين وانسحاب، قلعتين وانسحاب. وين القلعة اللي اخذوها؟ الظاهر كانت هذه يزير، والله رجعوها الذيابة، اقسم بالله انكم وحوش يا الخوزيت، ورب انهم وحوش. رجعوها، وهذا اللي يطالبون بسلام. خلني بس اخبص خبصتي هنا، هذا خوينا اللي ندوله، هذا هو، عطنا السالفة تكفى. حلو، باقي اخر واحد. نروح الى عاصمتهم الكبيرة سينون. انكد decided to make peace with خوزيت، انكد الفاشل، انكد الجبان. اكيد عندهم الهاردوود رخيص ب10، الله اكبر. والله لو اخذ كمية كبيرة ببيعها برخص، مع اني انا احتاج صراحة. ايش عندكم رخيص ثاني؟ الكلي عندهم ب10، شيل يا رجال. فلاكس ب12، شيل. نروح نبيع عند العرب. طيب نبقى اسلحة نفككها، هايلاند دقر 1 نشوف، عشان ننوع في الاغراض اللي ناخذها من الحداد. انتر سميثي بهلك ثانيين. حلو، هلكت هذي، والحين نفكك. واحدة تفكك، واحدة تعطينا المعادن وتصهر الأسلحة. نيجي عند أوت كاست يكمل. نيو سميثينج بارت، حلو حلو، 37، حلو. ايش عندهم اوردرات في المدينة؟ صعوبة دائما يجيبون لي اكثر مني. وليش 204 يا وسخ تدفع؟ 300، وين الالوف في الموضوع هذا؟ 7000. المشكلة يا شباب فريت، والله اني فريت في الويكيبيديا هذه، ما حصلت حدادين اني اجيبهم مثلا واكسب منهم. خلينا نشوف الاوردر الرخيص هذا. خربيته، ولا اعطاني دينار واحد، قص 102 من 102. ما عليه، نتعلم، حنا نتعلم، حنا الحين نتعلم. مسوي فري بيلد 200 بولار مكنسة، هذه مش سلاح، هذا حق الفلاحين ما تجي يا صاحبي. عطها هذا، يا سلام سلم، هذا انا بلعب فيه، بجربه بنفسي بما اني صنعته. ما عندي اي اضافات ثانيه، ما عندي للاسف، كل شيء مسكر. شوف كم بينباع. ونبالنا سلمك الله سيف، السيف غالي صراحه، 200 شفناه الحلقه الماضيه. لا مش هذا، اوكي. الطول لا تقصر فيه، كل شيء ارفع السايز. حلو حلو، اصنع يا وحش، ماشي الحال. حلو في الموضوع انه يوم تسوي هذه الامور تفتح معك بارتاه جديده. 200 800، ال100 100، 200 بلعب فيه، 78 كت بلعب بالسيف اللي صنعته بيدي وفي الثلج بلعب فيه. شوف التو هاند عندي 13، فبحاول ارفعه لان تركيزي كامل على الون هاند. خلنا نروح القريه هذه نشوف اكرمكم الله البقر بكم. كاو ب 143، يعني دفعنا فيهم 1000. اكيد التشيز والبتر هذا كله رخيص، خلنا نشله. والقرين كله، خل الجماعه ياكلون يستانسون، تنويع الاكل مهم. حلوين، go to the keep، go to the lord hall، يعني ولك موجود، الله اكبر. توك، ما ودنا نسوي فيزت. ايوه عطنا السالفة، واخيرا خلصنا المشن اعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meet with azorok، شوف تحدث المشن عندي. اوكي find meet arzogos to learn more about، عاد فيها more هي كورنتلي ان هذا، وهنا ميت تو ليرن مور. اوكي انا لازم اقابل شخصين الحين. طيب وين الاقرب؟ هذا في الاخضر وهذا في البنفسجي. البنفسجي اقرب. حلو، وصلنا، جو تو ذا كيب. ايوه توك. اي سوري اي دونت ثينك اي نو يو،
Wanted. So what brings you to me? Oh, في صوت. What? I believe a piece. Banner. Is that? You may have one piece of the banner, but it's of little use in itself. You'll have to find the other parts. But once you can bring together the pieces, you'll have something of tremendous. Okay, هذا القطعتين اللي تقولي لازم تجمعهم عشان أكون المملكة. أستخدم البانر لرستور الامباير أو تدمير الامباير. سالفة طويلة يا شباب. Of course. ما راح تقولي بالمعلومات إذا كنت ناوي أدربها. أدمرها. Help save empire. Good. Then I will tell you what I know. I heard about one other piece. طيب. I do not know where the other pieces are. You may need to keep searching for them. تعرف مكان أحد القطع؟ When you have recovered all the pieces, return to me and I'll help you put them into use. Okay. تقولي أعرف مكان قطعة واحدة، لكن القطعة الثانية ما أعرف وينها. Find the hideout. You should collect all pieces, dragon banner before you decide your path. Okay. علمت لي الهيداوت هذا. يا سلام يا سلام. الحمد لله أني ما سويت فلومي يا رجال. تذكرون يا شباب الحلقة الأولى؟ يو نفس المكان بس اللهم ثلج. فشو الفرق؟ شو المتعة البصرية؟ ما في أحد هنا الظاهر. أوه جلستنا شوف الثلج يا رجال. تعالوا 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 ارحبوا اقلطوا اقلطوا. يا مرحبا بكم والله. بس هالمرة جاي معاي ايش؟ معاي قوس. معاي ايش؟ معاي شوف السنتر في صلعته. الله اكبر. اوه جالس يرمي هذا. صاد واحد من ربعي والله. ابلع كفو يا الشيلدات. ايوه. الله يرحم من كان يعنفني. طقطقت انا عليك بباريك من غير شيلد. فيري ويل. صبر شوية. اصلا ما عندي شيلد. يا شباب ايش السالفة؟ كنا ضخم هذا. خفت صراحة خفت شوي. 260 بالارم شيل. وانت؟ 260 بلا شيل. بس هذا الباندت يا اخي. بروح بتبرع ليش؟ للقلعة. القلاع حقي لو تذكرون، اخليهم حرس فيها. هذا خيال ما له لازمة. بني الزلال ما زال يفرفر معي مسكين. يا اخي توكل على الله. كانت ركروت ولا اريد اعدمك. انا قلت بعطيه انكد. ما اقدر احرره الحين ولا اقدر اكلمه مرة ثانية للاسف. On the earth ash you can find the second piece of dragon. اوكي حصل. ضافوا مشهد. هي اعطتنا قطعة واحدة والحين هذا القطعة الثانية. وات وش القطعة ذي؟ هلا بي المحلات يا شباب. السيلفر اللي فتحناه يجيب لنا 230 اكثر من البريوري. والله مبلغ حلو 230 وتوني فاتحة. طيب الثالث وين الثالث؟ الاول هي اعطتني اياها القطعة الاولى. القطعة الثانية حصلتها او نهبتها بعد ما غزيت الوكر حقهم. القطعة الثالثة الظاهر لازم اني اكلم ارقص هذا في مارونث. مارونث هذا هو ارقص. توك You'll have to find another part. Okay, خبرني وين. أيوة الحين طلع لي الخيارين. هذا يريد يدمر. Would see Empire destroy. أقول له أنا معاك. I'm not sure. خلنا أقول له معاك عشان يدلين على القطعة الأخيرة. أتوقع هذا الخيار الوحيد. Hideout برضه. أنا مع هذيك وأجي عند هذا أقول أنا معاك. دلوني على القطعة وخلصوني. هذا الهايداوت قريب منهم. يا سلام. طبعا نعطيهم أتاك. أجل دعينهم. هنا المكان اختلف شيء بسيط بس والله هذا المكان أجمل بكثير. ما في حتى تاكي على النار هذه. هناكم يا سلام تكية رهيبة والله. أجل ذاك السيف اللي صنعته في أقوى من كذا. شوف يخدعني على أساس أنه بيضرب من اليمين قبل من اليسار قبل شوي. شوف وربي تهويشات. تهوش المين تهوش المين. The dragon banner stand tall once again. الله 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 الله. يا الصقر ضابط معاهم الصقر.
صقر وتنين. مشوا لي يا شباب. You found the third and final banner. طيب الحين وش صار علينا؟ ما صار أي شيء. حلو الحمد لله. الحين أتوقع لو أروح أكلمهم بصير خلاص أعلن مملكتي الخاصة وصير يا أني أحتفظ بهذلا أو أني أرجعهم للعرب. طبعا إذا احتفظت بهم بيعلنون علي الحرب، ولكن من المفترض حسب ما قريت أني أرجع أكلم هذا اللي كلمته قبل شوي ويصير يقول لهم أن هذا معاه دراغون بانر مدري إيش وله الأحقية أنه يمتلك مملكته الخاصة ومن ذا الكلام، وبعدين بيرجعون حلفاء أو أني لازم أدفع لهم صراحة فلوس. ما فهمت يعني السالفة بالكامل، بس السالفة كذا. توقع طالت مدة الحلقة أكثر من لازم. أعطوني رأيكم في الكومنت وإن شاء الله راح نكمل في الحلقة الجاية ونشوف وضعنا مع العرب وشلون بيصير. لا تنسون تحطون لي لايك، وشكرا للمنتسبين القناة الصاملين معي الثلاثة، وشكرا موصول لكل من دعمني بلايك كومنت وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.